إن شاء الله يا شباب في الزوم ده بإذن الله هنتعرف مع بعض على شكل امتحان الميد ترم، وهنشوف شكل الأسئلة إزاي بيجي لنا في الامتحان وإزاي إحنا هنقدر نحل الامتحان. خلينا الأول كده يا باشمهندسين قبل ما ندخل على حل الامتحان، خلينا الأول نروح أصلا نشوف هو الامتحان ده بيبقى شكله إزاي. يعني إحنا عايزين نشوف شكل الامتحان بتاعنا. ده امتحان يا باشمهندسين من سنة أو من سنتين، 3 سنين كمان. فالامتحان ده يا شباب ده شكل امتحان الميد ترم. احنا بقالنا 3 أو 4 سنين تقريبا شكل امتحان الميد ترم بتاعنا بيبقى ثابت إلى حد ما. أول حاجة يا باشمهندسين لما بتيجي تقرأ الامتحان بتاع حضرتك مهم جدا جدا تبقى عارف إن تقريبا الامتحان بتاعنا بيبقى نموذجين. النموذج الأولاني الدكتور بيطلب منك إنك تستخدم ستيل 37، ونموذج 2 بيطلب منك إنك تستخدم أو تشتغل على ستيل 44. فخد بالك الاول كده انت بتعرف ان ده نموذج واحد ولا اتنين، انك لازم تقرا كويس جدا جدا اللي هو الجمله اللي بتبقى مكتوبه في البرواز ده يا شباب، اللي هو يقول لك انت هتشتغل على ستيل 37. طبعا دي معلومه مهمه جدا 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 يا شباب انك تبقى عارف ان انا هشتغل على ستيل 37 ولا ستيل 44. ليه؟ علشان خاطر الاف ييلد والاف التيمت بتاع ستيل 37 مش هي الاف ييلد والاف التيمت لستيل 44. دي كده حاجه مهمه جدا. وبعد كده يا شباب هيبقى مطلوب منك تكتب اسمك وتكتب السكشن بتاعك وتكتب البنش نمبر بتاعك. المعلومه المهمه اللي انا عايزك تاخد بالك منها هنا وهي ازاي هتعرف نوع الستيل اللي انت هتشتغل عليه في الامتحان. طبعا هو كان قبل كده زمن الامتحان كان بيبقى ساعه وربع، غالبا دلوقتي ممكن ما اعرفش تقريبا عشان احنا في رمضان دلوقتي، فممكن تلاقي زمن الامتحان هيقل لساعه ولا حاجه، فتبقى واخد بالك من التايم من الوقت تقريبا الزمن في عشان شهر رمضان وكده هيبقى ساعة يعني خلاص. طيب أول حاجة يا شباب بالنسبة للامتحان الستيل بتاعنا، هو بيجي لنا الامتحان مش نظام ريتن داش، يعني إيه اللي هو مش نظام إن هو يجي لي سؤال وديزاين كامل، لا إحنا نظام الامتحان بتاعنا يا شباب بيبقى امتحان بوكلت. بمعنى يا باشمهندس أنا هدي لك أصلا الأسئلة كلها هتجاوب في نفس الورقة، زي ما حضرتك شايف الامتحان اللي معانا ده كده، ده امتحان فحضرتك السؤال تلاقي السؤال والدكتور بيبقى سايب لك مكان تجاوب فيه، سؤال والدكتور سايب لك مكان تجاوب فيه، سؤال والدكتور سايب لك مكان تجاوب فيه يا باشمهندس. فأول حاجة حضرتك هتركز عليها كويس جدا هي أول حاجة حضرتك هتركز عليها كويس جدا هو المين سيستم اللي جاي لك أو المسألة دي. في نوعين من المسائل يا شباب، قد تكون المسألة اللي عندك هي مسألة مين سيستم كبيرة هانجر مثلا ولا حاجة، وممكن النوع الثاني من المسائل اللي هو النوع الاسهل والاشهر شويه في امتحانات الميد ترم، وهي ممكن المساله اللي تجي لنا تبقى مساله مظله زي النظام اللي معانا ده بالظبط. هي عباره عن مساله مظله يا باشمهندسين، بس المظله دي فرعين زي ما حضرتك شايف كده، والمظله اللي قدام حضرتك دي مظله ترس تمام، وهو قايل لك ان الجزء اللي على اليمين ده 5 في 2000 والجزء اللي على الشمال ده 4 في 1800. يعني حضرتك دي 5 بانلز، البانل الواحده 2000، هو هنا كاتب لحضرتك على الرسم الابعاد بالمليمتر، هو مش كاتبها بالمتر، كان ممكن يكتبها 5 في 2 متر مفيش مشكله ويكتب لك 4 في 1.8، هو هنا كاتب الابعاد اللي مكتوبه عندك، يعني يقول لك 5 في 2000 دي يعني ايه؟ يعني دي 5 في 2 متر 2000 ملي، يعني هو كاتب الابعاد بالمليمتر. يبقى اذا يا شباب اول حاجه هو مدينا شكل ده مظله، يبقى اذا انت بتشتغل الامتحان ده كان جاي فيه مظله. ممكن امتحان تاني يجي لك فيه شكل هنجر عادي جدا، هنشوف بعد ده عادي مفيش اي مشكله. فحضرتك بالنسبه للامتحان اللي معاك ده يا باشمهندس هو مديلك ان دي عباره عن مظله فرعين زي ما حضرتك شايف بالشكل ده، الابعاد بس ملاحظه ان هو كاتب لك الابعاد هنا بالمليمتر. الجزء الثاني يا باشمهندسين هو ان انت حضرتك لما تيجي تقرا راس السؤال بتاعك بيقول لك اضاب الكانتليفر شيد اوف ان اريا 17.2 في 20 متر، يعني من الاخر دي مظله هتتعمل على قطعه ارض 17.2 في 20 متر. فحضرتك يا باشمهندس في الحاله دي يعني انت عندك قطعه الارض، هو مديك ابعاد قطعه الارض اهي، بيقول لك از ميد اوف ستيل ستراكشر، يعني هو بيقول لك مصنوعه من الستيل تراسز از تشون ان فيجر، يعني هي زي ما انت شايفها كده. مهم جدا 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 وانت بتركز عرفت شكل المين سيستم ده مظله ولا هانجر ولا هي مين سيستم عادي، تعرف ابعاد الارض اللي انت هتعمل عليها اللي اوت، وتعرف معلومه مهمه جدا وهي السبيسنج بتوين المين سيستم بتاع حضرتك اللي احنا بنسميها الاس السبيسنج بتوين المين سيستم اللي انت حضرتك بتسميه اس يا باشمهندس. يبقى عند حضرتك هنا الاس بتساوي 5 متر، يقول لك بورتال فريم بعد كده ويل بي يوز، يعني انت هتستخدم البورتال فريم مكان الفيرتيكال تريسنج
بيقول لك يا باشمهندس درو تو سكيل 1 ل 200 فول دايمنشن بلان الفيجن ان اكسس 1 تو شو اول نيسيسري ستيل سيكشن. يعني هو هنا يا باشمهندس طالب من حضرتك انك ترسم البلان والاليفيجن عند اكس واحد فقط لا غير، الاليفيجن عند العمود ده يا باشمهندس طالب من حضرتك يا باشمهندس انك طالب من حضرتك انك ترسم بلان واليفيجن عند اكس واحد. هو هنا ما طلبش طبعا السايد فيو. حضرتك يا باشمهندس خلي بالك ان انت هترسم اللي اوت غالبا في امتحان الميد ترم بيبقى على ظهر الورقه، يعني انت بترسم على ظهر الورقه يا باشمهندس، فانت في الميد ترم ما بترسمش على لوحه، لا انت حضرتك بترسم فين؟ بترسم بسكيل 1 ل 200 على ورق اي 4 عادي جدا، ورقه بيضه اي 4، بترسم على ظهر الورقه، ظهر الورق بيبقى فاضي يا شباب، فحضرتك بترسم على ظهر الورقه اللي اوت. تمام. ده كده يا باشمهندس لما اجي اقرا الامتحان بتاعي يبقى انا اركز كده. انا دلوقتي معاك هنشوف ازاي بنقرا الامتحان كله، وبعد كده هنرجع ان شاء الله نحل بقى يا باشمهندس سؤال سؤال. يبقى ده كان الامتحان بتاعنا، هو بصينا لشكل الامتحان فهمناه كويس. طلب منك بعد كده يا باشمهندسين، وهي اول حاجه بيقول لك انسر ذا فولوينج كويستشن. كده احنا عرفنا خلاص اول سؤال هو اللي اوت، عندك شكل المين سيستم، عندك ابعاد الارض 17.2 في 20 متر، عندك قيمه الاس ال سبيسنج بتوين المين سيستم 5 متر، هترسم بسكيل 1 200. سكيل 1 200 ده يعني ايه يا شباب؟ يعني الابعاد اللي عند حضرتك، يعني البعد بتاع حضرتك بتقسمه على 2. يعني انت عندك مثلا لو ما تبقى قطعه الارض 17.2 في 20 متر، فحضرتك هترسمها، هتقسم الابعاد دي على 2 وترسمها بالسنتي يا باشمهندس. طيب حضرتك يا شباب بيقول لك هنا كمان ايه؟ بيقول لك انسر السؤال الثاني بقى فور ممبر ايه، يعني بالنسبه للممبر ايه ده عايزك تحسب ال باكلنج اكس وال باكلنج واي، ونفس الكلام لممبر بي وممبر سي. لما هو يقول لك فور ممبر ايه يا شباب، حضرتك هتلاقي ان هو على الرسم هنا هو محدد لك يا باشمهندس، محدد لحضرتك على الرسم هنا يا شباب كده ممبر ايه وبي وسي. هو طلب منك هنا في الثلاث اسئله انك تجيب ال باكلنج اكس وال باكلنج واي للممبر ايه وللممبر بي وللممبر سي بالنسبه للثلاث عناصر دول يا باشمهندس. طيب سال بعد كده حضرتك الكلام ده، هنحل كل حاجه مع بعض دلوقتي. بعد كده يا شباب بيقول لك فور 1 انجل 65 في 7 كومبريشن ممبر. خلي بالك ان انت هيبقى الميد تيرم داخل معانا في ايه؟ داخل معانا في لاي اوت لودنج، داخل معانا تنشن وكومبريشن، وداخل معانا البولتد كونكشن والويلدد كونكشن. خلي بالك دي كلها المواضيع دي كلها داخله معانا في امتحان الميد تيرم يا شباب. فهو هنا بيقول لك 41 انجل 65 في 6 كومبريشن ممبر، يبقى ده تقريبا سؤال على موضوع الكومبريشن يا شباب. وهو هنا قايل لك القطاع بتاعك 1 انجل ومدي لك ان هي 1 انجل 65 في 7، بيقول لك ال ال باكلنج اكس وال ال باكلنج واي، يعني هو مدي لك قيمه ال ال باكلنج اكس وال ال باكلنج واي. بيقول لك اف ذا ابلايد ديزاين فورس اون ذات ممبر، يعني الاف ديزاين بتاعتك لو كانت سالب 5 طن كيس 2 الالاوبل كومبريسيف سترينث فور ذات 1 انجل. يعني هو هنا عايزك تجيب الالاوبل كومبريسيف ستريس. في الامتحان يا شباب غالبا لما يجي يكون محتاج منك داتا من الجداول هو هيبقى مديها لك في امتحان الميد ترم جيفن على طول. يبقى في الجداول يا شباب لو انت محتاج اي داتا من الجداول غالبا هو هيبقى مديها لك جيفن على طول، يعني مثلا عايز مساحه زاويه، عايز اي اكس اي واي اي في، اي حاجه هيديها لك. حضرتك يا باشمهندس هنا عايز يجيب الالاوبل كومبريسيف سترينث، هنشوف ده برضه ازاي بنحله. السؤال اللي بعد كده يبقى هو ساب لك مكان، قال لك السؤال وساب لك مكان، نفس الكلام في السؤال الثاني وسايب لك مكان، في السؤال الثالث وساب لك مكان تجاوب بيه، السؤال رقم 4 وهكذا. يعني انت كده حضرتك دي الاسئله بتاعتنا كل سؤال ليه مكان تجاوب، من بدايه من الجزء ده كده مش عليك، وده الجزء اللي انت لسه واخدينه اخر اسبوع يا باشمهندسين اللي هو الكونكشن اللي انتوا اخدتوها اخر اسبوع اللي هو الجزء ده كده، والجزء ده كده يا باشمهندسين مش موجود معاك في امتحان الميد ترم. في السنه دي كان هم اخدوا الجزء ده وكان داخل معاهم في امتحان الميد ترم، انما في السنه بتاعتكم ده الجزء ده كده مش داخل معاكم في امتحان الميد ترم اللي هو جزء الكونكشن دي، وكمان جزء الكونكشن دي الاجزاء دي كده مش داخله معانا في الميد ترم. خلينا كده يا باشمهندس يبقى احنا اول حاجه مطلوب بس منك في الجزء ده ازاي هتقرا الامتحان، هتعرف الاسئله ازاي يا باشمهندس، كده شكل امتحان الميد ترم، وازاي بقى نفكر او ازاي نحل الاسئله بتاعتنا يا باشمهندسين. هنروح بقى ناخد حل الامتحان ده ونبدا نحل سؤال سؤال معانا كده يا باشمهندسين. هنبدا بال
هنا كده، ده الامتحان اللي احنا لسه قايل لحضرتك عليه اهو، ده الامتحان بتاعنا يا باشمهندس. ده كده الامتحان او حل الامتحان اللي احنا كنا لسه شايفينه. بالنسبه للامتحان ده يا باشمهندسين، فاول حاجه كده كان مطلوب مننا نعمل لي اوت، هنخلي اللي اوت ده اخر حاجه. خلينا نبدا كده بالسؤال الاولاني اللي هو كان بيقول لك فور ممبر ايه عايز يحسب ال باكلينج اكس وال باكلينج واي للثلاث عناصر ايه وبي وسي، هما دول الثلاث نقط بتوع حضرتك هنا. بيقول لي فور ممبر ايه ال باكلينج اكس ايكوال، شايفين الممبر ايه اللي عند حضرتك ده كده يا باشمهندس؟ اه ممبر ايه ده؟ لو انت حضرتك عايز تعرف ال باكلينج اكس ليه اللي هي اصلا بتساوي ال، طب ازاي نجيب طول الممبر ايه يا شباب؟ طول الممبر ايه ده ابر كورد، وبالتالي اللي هو الممبر ايه اللي هو ده كده ده ابر كورد يا باشمهندس. خلي بالك ان انت عندك البانل الواحده او عرض البانل ويدث كده يا باشمهندسين اللي هي دي كده اللي هي كنا بنسميها، لو انتوا فاكرين ايه الايه هنا بتساوي كام، هو بيقول لك ان دي 5 في 2000 يعني 5 في 2 متر، يبقى المسافه دي تقريبا 2 متر. تمام، لو انت حضرتك عايز تعرف الطول بتاعك ده كده اللي هو الممبر ايه، حضرتك عارف زاويه الميل اللي هي الالفا. تمام، طب الالفا دي كنا بنعرفها ازاي؟ زاويه الميل من الميل بتاع حضرتك، طالما ان ده ميل 1 ل 10 فتقدر حضرتك تجيب الالفا، هتعمل شيفت تاني الميل تجيب الزاويه، طالما ميل 1 ل 10 تقريبا الزاويه بتاعتك 5.71، يبقى لو حضرتك عايز تجيب طول العنصر ده كده يا باشمهندس فده بيساوي ال A على كوزاين الفا، اللي هي ال L باكلينج اكس بتساوي ال A على كوزاين الفا اللي هي 2 على كوزاين 5.71. طيب عايز تجيب ال L باكلينج واي بالنسبه للممبر ده، خلي بالك ان ده ابر كورد، وبالتالي يبقى ال L باكلينج واي ليه يا باشمهندسين بتساوي المسافه بين الاثنين بيرلين اللي ماسكين العنصر ده، او بمعنى اصح هو برضه ال L باكلينج اكس بتساوي ال L باكلينج واي يا شباب. يبقى ال L باكلينج واي هي نفسها ال L باكلينج اكس، ده الكلام ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للابر كورد. يبقى الابر كورد عند حضرتك هنا هي المسافه طوله الاول ايه على كوزاين الفا. طيب ال L باكلينج واي هي ال L. المطلوب الثاني بقى انك تجيب بالنسبه للممبر بي، الممبر بي ده يا باشمهندس عايزين نجيب طوله اللي هو اللي بيساوي ال L باكلينج اكس، عشان نجيب ال L باكلينج اكس اللي هي ايكوال L بتساوي طول العنصر، يبقى حضرتك لازم تجيبها من فيثاغورس عشان تكون فيثاغورس اللي هو المثلث ده حضرتك. المثلث ده يا باشمهندس عشان تجيبه فالافق عندك ب 2 متر اللي هي ايه؟ يبقى حضرتك محتاج تجيب مين؟ الرأس ده. طب نجيب الرأس ده ازاي يا باشمهندس؟ بمنتهى البساطه، ما انا عارف الطول ده، الطول ده كام؟ 2 متر. حضرتك بقى 2 متر تعرف تجيب الطول ده؟ اه طبعا، لو انا عارف دي 2 متر يا باشمهندس هيبقى الطول ده اللي عندي ده بيساوي كام؟ بيساوي 2 متر ناقص المسافه الافقيه اللي انت هتمشيها من هنا لحد العنصر ده، 1 2 3 اللي هم دول 6 متر، يبقى ناقص 6 متر يا شباب في الميل اللي انا ماشي عليه اللي هو كام؟ انا نازل على ميل 1 من 10، يبقى في الميل اللي انا نازل عليه اللي هو 1 من 10 يا شباب، يبقى 2 ناقص 6 في 1 من 10 فيطلع الطول تقريبا مع حضرتك ب 1 و4 من 10 متر. يبقى اذا الارتفاع الراس ده بيساوي 1 و4 من 10، جبته منين؟ الطول ده 2 متر، عايز اجيب الطول ده، يبقى اذا 2 ناقص 6 في 1 من 10 هيطلع معانا اللي هي الارتفاع الرأس ده، هيطلع بيساوي 1 و4 من 10 متر. يبقى حضرتك تقدر تكون يا باشمهندس من فيثاغورس تقدر تجيب الطول بي ده اللي هو بيساوي الجذر التربيعي ل 1 و4 تربيع زائد 2 تربيع. ده كده يا باشمهندسين اللي ظاهر قدام حضرتك هنا، جبت منه طول العنصر بتاع حضرتك. الجزء اللي بعد كده يا باشمهندس بالنسبه للممبر سي، ده بالنسبه لل L باكلينج اكس، انا اسف الاول لسه ال L باكلينج واي فور ممبر بي. ال L باكلينج واي فور ممبر بي يا شباب حضرتك هتبص لي النقطه اللي هي النقطتين بتوع العنصر، هتلاقي ان العنصر ده ممسوك من بدايته من هنا ببرلين، والعنصر ده في النهايه مفيش حاجه بتمسكه، يعني مفيش ترانسفيرس بريسنج عند نهايه العنصر، وبالتالي طالما ان مفيش ترانسفيرس بريسنج عند نهايه العنصر يبقى ال L باكلينج واي بتساوي 1 و2 من 10 ال. خد بالك ان بالنسبه للفيرتيكال والدياجونال ال L باكلينج واي ايكوال ال او 1 و2 من 10 ال، امتى تساوي ال يا باشمهندس؟ يعني شايف الممبر ده مثلا اللي انا هشاور لك عليه ده، لو سميته مثلا اي، الممبر اي ده يا شباب ده دياجونال،
لو حضرتك عايز تعرف ال ال باكلينج واي بتاعته، فايه ال ال باكلينج واي ليه بتساوي ال؟ ليه؟ لان العنصر ده متثبت من بدايته ببيرلين ومن نهايته بترانزفيرس بريسنج، وبالتالي يعني العنصر ده نهايته فيه ترانزفيرس بريسنج، فيبقى ال ال باكلينج واي ايكوال ال. اما الممبر بي ده بدايته بيرلين ونهايته ما فيش ترانزفيرس بريسنج، وبالتالي تبقى ال ال باكلينج واي ايكوال 1.2 طوله اللي هو ال ال. بعد كده يا باشمهندس اخر ممبر مع حضرتك وهو ممبر سي. ممبر سي ده يا باشمهندسين الطول بتاعه ال ال بتساوي على طول 2 متر اللي هو المسافه دي، وال ال باكلينج واي بيقول لك ان هي المسافه ما بين الاثنين ترانسفيرس اللي العنصر ده موجود ما بينهم. يعني العنصر سي ده محصور من ما بين ترانسفيرس بريسنج دي ودي، المسافه من هنا لهنا كده يا شباب اللي هي المسافه دي 1 2 3 اللي هي 6 متر. هنلاقي ان ال ال باكلينج اكس ب 2 متر وال ال باكلينج واي ايكوال 6 متر يا شباب، اللي هي المسافه بين الاثنين ترانسفيرس للعنصر موجود ما بينهم. ده كده يا باشمهندس بالنسبه لل اول سؤال مع حضرتك، ازاي هنقدر نحسب ال ال باكلينج اكس وال ال باكلينج واي ليه ايه لممبر ايه فور ممبر ايه وممبر بي وممبر سي. بعد كده يا باشمهندسين في عندنا جزء مهم تاني وهو سؤال رقم 2 او السؤال اللي بعد كده عليه الدور، بيقول لي فور 1 انجل. فور 1 انجل يا باشمهندس خلي بالك ان دي ايه؟ 1 انجل هو ادالك ان القطاع بتاعي 1 انجل 65 في 7. اوكي بيقول لك يا باشمهندس كومبريشن ممبر. اذا انت الاسئله اللي عندك دايما تاخد بالك، هل السؤال ده على التنشن ولا على الكومبريشن؟ يبقى هو هنا بيقول لي ان انا عندي 1 انجل 65 في 7 ودي كومبريشن. بيقول لك ان ال ال باكلينج اكس بتاعتها، هو مدينا ال ال باكلينج اكس وادانا ال باكلينج واي كمان. بيقول لك ايه يا باشمهندس؟ بيقول لك اف لو الابلايد ديزاين فورس اون ذات انجل واز، لو الفورس بتاعتك كان الاف ديزاين، هو مدينا كمان الاف ديزاين يا شباب. يبقى اذا هو هنا ادانا اف ديزاين وادانا قطاع العنصر بتاع حضرتك وادى حضرتك ال ال باكلينج اكس وال ال باكلينج واي، هو طلب منك تجيب مين؟ الالاوبل كومبريسيف سترينث. الالاوبل كومبريسيف سترينث ده مش مهندسين اللي هو بمنتهى البساطه هو هنا الاول كمان بيقول لك ان 4 انجل 65 في 7 بالنسبه للزاويه دي. حضرتك لو دخلت الجدول مثلا، انا مديك الداتا الاي اكس بتساوي الاي واي بتساوي 1.98 ومدي لك الاي في بتاعتها والاي يو كمان، يعني انا اديتك الداتا دي وبيقول لك والله الاف سي بتساوي 1.4، انا مدي لك قانونين لو لامدا اقل من 100 ولو لامدا اكبر من 100 في قانون تاني. طيب اول حاجه علشان حضرتك يا باشمهندس تجيب الالاوبل كومبريسيف سترينث يا شباب، فالالاوبل كومبريسيف سترينث يا باشمهندسين ده بيساوي الاف سي في، هتضرب الاجهاد ده بيتضرب يا اما في 1 يا 1.2 هتضربه في 1 او 6، هيضرب في 1 او 6 ده يا باشمهندسين. يعني حضرتك فاكرين لما احنا كنا بنيجي نقول ان الاف اكشوال في الكومبريشن يا باشمهندس اللي هو الاجهاد الاكشوال ستريس ده ايكوال ايه؟ ايكوال اف ديزاين على ان في الاريا جروس، يعني على المساحه بتاعت حضرتك اريا جروس 1 انجل، والان ده كان عدد الزوايا بتاعتك، كان لازم يطلع اقل من او يساوي الاف سي في 1 او 1.2 في 1 او 6. لما كنا بناخد يا باشمهندسين ان ده كده اسمه اكشوال ستريس اللي هو الجزء الشمال ده، الجزء اليمين ده يا شباب اسمه الالاوبل كومبريسيف ستريس او الالاوبل كومبريسيف سترينث. فهو لو طلب منك تجيب الالاوبل كومبريسيف سترينث يا باشمهندس، الفكره كلها ان حضرتك تشوف بقى تروح تحسب قيمه الاف سي بتاعت حضرتك يا شباب، وديت اصلا عباره عن قانونين حضرتك، حتى هو هيكون مديلك القوانين دي جيفن، هتضربها في 1 ولا 1.2؟ 1 او 1.2 دايما دي بتعتمد على الفورس بتاعتك، لو الفورس كيس 1 يبقى هتضرب في 1، لو الفورس كيس 2 يبقى حضرتك تضرب في 1.2. نفس الكلام هنا يا باشمهندس في 1 ولا 6، احنا بنضرب في 6 في حاله ال 1 انجل، بنضرب هنا في 1 لو كان القطاع بتاعنا 2 انجل او ستار شيب. يعني حضرتك من الاخر كده يا باشمهندس لما تيجي حضرتك تحتاج تجيب الالاوبل كومبريسيف سترينث، فهو عباره عن الاف سي تمام اللي هو الباكلينج ستريس ده يا باشمهندسين تضربه في 1 او 1.2. خلاص عرفت 1 امتى 1.2 امتى؟ في 1 او 0.6، 0.6 دي لو 1 انجل، ده اللي انا هعمله هنا. علشان نجيب الاف سي ده يا باشمهندس لازم حضرتك تروح تحسب اللمده اللي عندك، يعني بالنسبه للمساله بتاعتنا دي كانت 1 انجل صح؟ طالما انك 1 انجل يا باشمهندس يبقى شرط الاستيفنس فيها لازم حضرتك تروح تشيك ان لامدا في اللي هي بتساوي ايه؟
ماكسيمم من ال اكس وال واي على الاي دي اقل من 180. حضرتك كانت ال اكس 1.75 وال واي 1.9، الماكسيمم من الاثنين هو 1.9، بس حضرتك هتعوض بيه بالسنتي ليه يا باشمهندس؟ لان الاي دي اللي انا هعوض بيها في المقام هنا يا شباب كان هو مديها لي 1.26، يبقى هو ادانا الاي في، يبقى انا اذا قسمت ال ال ماكسيمم من الاثنين هلاقيه غالبا ال ال باكلنج واي ده هو اللي هتلاقيه دايما غالبا هو الماكسيمم. يعني تقسمه على الاي في وان انجل هيطلع مع حضرتك قيمه اللامدا في يا باشمهندس، لامدا في طلعت بتساوي 150.8، دي اقل من 180. خلي بال حضرتك ان لامدا ماكسيمم، لازم تجيب لامدا ماكسيمم يا باشمهندس. انت هنا اصلا ما حسبتش غير لامدا واحده عشان القطاع ده وان انجل. طب لو القطاع بتاعك كان تو انجل يا باشمهندس باك تو باك، كنت حضرتك بتروح تحسب لامدا اكس وتحسب لامدا اي، وكنا لما نيجي ناخد لامدا ماكسيمم بقى كنت حضرتك هتبقى حاسب لامدا اكس ولامدا اي، كنت هتاخد لامدا الاكبر من الاثنين، كنت هناخد لامدا ماكسيمم من الاثنين يا باشمهندس. لكن هنا عشان انت وان انجل فانت حاسب لامدا واحده، يبقى لامدا ماكسيمم على طول بتساويها. عند حضرتك هتبدا بقى تشوف اللامدا دي هي اقل من 100، دي كده المفروض ان هي لامدا ماكسيمم. لو انت اقل من 100 يبقى هتاخد القانون ده عشان تجيب منه الاف سي، لو اكبر من 100 يبقى تاخد القانون ده. لامدا اللي عندنا 150.8 يبقى اكبر من 100، يبقى حضرتك عشان تحسب الاف سي هتحسب من القانون الثاني اللي هو 7500 على لامدا ماكسيمم تربيع، ادي 7500 لامدا ماكسيمم اللي هي لامدا الفي، حضرتك طلعت من هنا الاف سي. ماشي، خلي بالك ان انا مش محتاج الاف سي يا باشمهندس، انا عايز اجيب مين؟ انا عايز اجيب الالاو بالكمبريسيف ستريس. فانت لو هتبص هنا هتلاقيني قلت ان الالاو بالكومبريسيف ستريس بيساوي الاف سي اللي انت لسه جايبه، ضربت في 6 من 10 ليه يا شباب او 0.6 علشان القطاع بتاعي وان انجل، ضربت في 1.2 علشان الفورس بتاعتي كانت سالب 5 طن كيس 2، فعشان الفورس كانت كيس 2 يا باشمهندس ضربنا هنا في 1.2، ضربنا في 6 من 10 علشان القطاع بتاعي كان وان انجل. هنروح بعد كده يا باشمهندسين للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده ده يا باشمهندس بيقول لك ان ذا ديزاين فورس ان تو انجلز 70 في 7 طار شيب. هو هنا يا باشمهندس بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان القطاع بتاعك، يعني انا عندي قطاع ستار شيب تو انجل 70 في 7، ده ستار شيب اهو، ده كده القطاع بتاعي. بيقول لك ايه؟ تنشن. خلي بالك دي معلومه، يبقى اول معلومه ان القطاع بتاعك تو انجل 70 في 7 ستار. المعلومه رقم اثنين ان انت شغال تنشن ولا كومبريشن، انا هشتغل تنشن. الكونكشن بتاعت الممبر ده ايه؟ خلي بالك ويلدد، اذا انت شغال ويلدد دلوقتي. دايما يا شباب وانت بتقرا اي سؤال ما تقراش الكلمه وخلاص وتعدي بيها، لا لازم تقف عند كل كلمه مكتوبه، لان كل كلمه مكتوبه في السؤال عند حضرتك هي هتحل لك حاجه، دايما هيعتمد عليها حاجه يا باشمهندس. فخلي بال حضرتك من كل كلمه وانت بتقراها ما تعديش عليها كده، تاخد بالك ان هي هتفيدك في حاجه في الحل. لما قال لي ده تو انجل ستار شيب اهو، يبقى انا عرفت ان ده قطاع ستار شيب، عرفت ان هو كود تنشن وكمبريشن تنشن، الكونكشن بتاعتي ويلدد ممبر. بيقول لك خلي بالك ان الديزاين فورس بتاعتك كانت 20 طن، يبقى دي بتمثل معلومه رقم 4، يبقى كمان انا عندي الاف ديزاين بتساوي 20 طن. بيقول لك اف ذا اريا اوف ايتش انجل، يعني ايه؟ يعني الاريا ايتش انجل ده يا شباب يعني دي الاريا جروس بتاعت الوان انجل، هو هنا مدي لك الاريا جروس اوف وان انجل، دي معلومه رقم 5. ماشي، في ايه كمان؟ بيقول لك عايزك هنا، بيقول لك ذا اكشوال ستريسز اون ذيس ممبر. هو عايز يجيب مين هنا يا باشمهندس؟ بيقول لحضرتك انت عايز او عايزك تجيب الاكشوال ستريس اللي هو الاف اكشوال. طب حضرتك عارف يا باشمهندس القانون اللي هو بيقول ان الاف اكشوال بيساوي ايه؟ الاف اكشوال بيساوي اف ديزاين على الان في الاريا نت وان انجل. يعني حضرتك يا باشمهندس عايز تجيب مين؟ الان ده اللي هو عدد الزوايا بتاعت حضرتك، عدد الزوايا. يعني لو انا القطاع بتاعي 1 انجل يبقى الان بواحد، طب لو 2 انجل باك تو باك يبقى الان باثنين، طب لو 2 انجل ستار شيب يبقى الان باثنين برضو. طب الاف ديزاين اصلا موجوده مع حضرتك، هو اصلا مدينا اف ديزاين ب 20 اهي. طب الان هنا باثنين، ليه باثنين؟ عارفين ليه باثنين؟ عشان القطاع ده 2 انجل ستار شيب اهو. طب حضرتك باقي مين؟ لو انت عايز تعرف الاكشوال ستريس القانون ده عشان تعوض فيه لازم تجيب الاريا نت 1 انجل. طب الاريا نت دي بنجيبها ازاي يا باشمهندس؟ حسب القطاع بتاعك. لو القطاع بتاعي كان 2 انجل باك تو باك او ستار شيب، تشوف بقى الكونكشن، هل الكونكشن اللي عندك دي ويلدد ولا بولتد؟ لو الكونكشن اللي عندك ويلدد يا باشمهندس
فالاريا نت بتاعه الزاويه بتساوي الاريا جروس. يبقى لو الكونكشن اللي عندك ويلدد والقطاع بتاعك كان تو انجل او ستار شيب، يبقى الاريا نت بتساوي على طول الاريا جروس يا باشمهندس. دي ليه؟ ده علشان حضرتك ويلدد كونكشن. طيب لو سيادتك كنت بولتد كونكشن يا باشمهندس، لا ده دي كان لها بقى انك تروح تجيب مساحه الاريا هولز وتقول ان الاريا تجيب بقى الاريا نت يا باشمهندس، تشوف انت ايه ناقصتي على فاي، انت 1 رو ولا 2 رو ولا استجر، وتبدا تحسب بقى الاريا نت والانجل اللي هي اريا جروس ناقص دي تي او ناقص 2 دي تي، او لو هي استجر فتقدر حضرتك تجيبها. انما لو ولدت الاريا نت على طول بتساوي اريا جروس، وهو ده يا باشمهندس اللي احنا عملناه هنا. لو حضرتك شايف كده هتلاقي ان انت هنا ادي القانون بتاع الاكشوال ستريس، وادي الاف ديزاين 20 جيفن، الان ب2 ده عدد الزوايا، الاريا نت هنا بتساوي ايكوال اريا جروس. دي اهم معلومه في السؤال ده، ان الاريا نت بتساوي اريا جروس. ليه؟ علشان دي ويلدد كونكشن. لو بولتد كونكشن لا طبعا الاريا نت بتساوي الاريا جروس ناقص يا دي تي يا 2 دي تي، او لو هي استجر ناقص المينيمم من حاجتين. ده كده يا باشمهندسين بالنسبه لجزء السؤال ده. نروح بعد كده للسؤال اللي بعده، بيقول لك يا باشمهندس، وده جزء خاص بالديزاين، في جزء اللودنج او الديزاين فورس، ان هو يجي يقول لك اف ذا كالكوليتد فورسز ان ممبر بي. لو الكالكوليتد فورسز يا باشمهندس، يعني لو الفورس اللي عند حضرتك هو مدي لك الديد لود ومدي حضرتك كمان اللايف لود، يعني الديد لود كان 3 طن واللايف لود كان 2.5 طن، الويند رايت سالب 1 طن والويند ليفت نص، بيقول لك عايز يجيب الديزاين فورس. خلي بالك دي جزء مرتبط شويه بجزء اللودنج. انت المفروض لو عندك تراس زي كده، فاكرين لما كنا بنيجي نحسب الاحمال في كام حمل؟ بنحمل على السابق الديد لود، وبعدين تحمل اللايف لود، وتحمل الويند رايت، وتحمل الويند ليفت، صح كده؟ تمام. فاكرين يا شباب بعد كده الساب بيحل لك ايه؟ بيقوم بده حالل المساله دي 4 مرات فيحلها لك. وليكن احنا عندنا ممبر بي زي الممبر اللي هو الممبر ده. حضرتك الساب بيحل المساله دي 4 مرات ويطلع لك النورمال فورس في كل عنصر في التراس ده 4 مرات، النورمال فورس نتيجه الديد ونتيجه اللايف ونتيجه الويند رايت ونتيجه الويند ليفت. مطلوب منك انت بقى ازاي تجيب الديزاين فورس؟ الموضوع سهل جدا. كل اللي على حضرتك انك هتعمل جدول زي اللي انا عامله ده بالظبط. هتبدا تقول والله اول حاله احنا عندنا في كيس 1 اللي هو الديد لود واللايف لود، دي بتمثل كيس 1. الحاله الثانيه هنضرب الديد واللايف دي في 1.2 وهقول لك ليه بعد شويه. الجزء الثاني اللي هي كيس 2 دي جواها 4 حاجات هتعملهم. هتقول الديد واللايف وتجمع عليهم مره الويند رايت وتجمع عليهم الويند ليفت، وبعدين ناخد الديد مع الويند رايت وناخد الديد مع الويند ليفت. يعني حضرتك هتطبق الاول القوانين دي كده يا باشمهندس. كيس 1 احنا هنحسب حالتين، كيس 1 هي ديد ولايف بس، كيس 2 هتلاقي ان هي ديد ولايف ويند رايت، ديد لايف ويند ليفت، وبعدين ديد ويند رايت، ديد ويند ليفت. في بقى اللي هو في العمود الثاني ده بنضرب الرقم الاولاني ده اللي هو ديد ولايف دي في 1.2، هقول لك ليه؟ لان دايما يا باشمهندس احنا هنقارن رقمين ببعض. يعني احنا بعد شويه هنقارن، فما ينفعش تقارن هنا رقم ديد ولايف ما فيهوش ويند بالارقام اللي فيها الوين دي، فلازم نضرب الرقم ده في 1.2. طيب تعال نطبق كده الديد واللايف. الديد ولايف يبقى 5.5، جت منين؟ ادي الديد لود 3 واللايف لود 2.5، يبقى 5.5. اضرب الرقم ده في 1.2 هيدي لك 6.6. بعد كده خد ديد ولايف ويند رايت، يبقى 3 زائد 2.5 زائد سالب 1 يبقى كام؟ هيطلع مع حضرتك 4.5. ديد ولايف ويند ليفت 3 زائد 2.5 زائد نص هيدي لك 6. بعد كده ديد ويند رايت اللي هو 3 سالب 1 يبقى 2، خد ديد ويند ليفت يبقى 3 زائد نص يبقى 3.5. اصبح مع حضرتك دلوقتي يا باشمهندس كيس 2 فيها 4 ارقام، فيها 4.5 و6 و2 و3.5. اكبر رقم عند حضرتك هنا يا باشمهندس اللي هو الرقم ده اللي هو كام؟ اللي هو 6 يا باشمهندس. هتاخد اكبر رقم في كيس 2، اكبر رقم في الارقام دي، وهتقارنه مع الواحد واثنين من عشرة الديد واللايف. مين الأكبر يا باشمهندس؟ هتلاقي إن الرقم ده هو الأكبر دلوقتي، مش دايما ده الأكبر، بس في المسألة دي طلع الرقم ده الأكبر. لو كان 1.2 الديد لود اللي هو الرقم اللي في الخانة دي الأكبر، حضرتك ترجع تاخد الرقم اللي في الأول هنا ده يا باشمهندس. يبقى الإف ديزاين بيساوي 5.5 موجب 5.5 كيس 1. طب فرضا كان الرقم أكبر رقم هنا كان طالع 7 مثلا، فلو جيت اقارن الرقم ده بده كده هلاقي ان السبعه هي الاكبر. لو كان الرقم ده بتاع كيس 2 هو الاكبر، ف
فهم قايل له على طول ان الاف ديزاين هي موجب 7 طن كيس 2. يعني ايه؟ يعني لو كيس 2 هي الرقم اللي طالع من كيس 2 يا باشمهندس هو الاكبر، بناخد نفس الرقم مباشره على طول. لو كانت الرقم اللي هو هنا ده كان هو الاكبر، الرقم ده فقط هو رقم للمقارنه، يبقى الاف ديزاين هو كيس 1، ناخد الرقم اللي موجود في كيس 1 تاني. لو كيس 2 الرقم اللي فيها هو الاكبر فبناخده مباشره، لو 1 و2 ده هو الاكبر نرجع ناخد كيس 1 وناخد الرقم اللي مكتوب فيه كيس 1 يا شباب. ده كده بالنسبه للجزء السؤال ده. الجزء اللي بعد كده يا باشمهندسين مرتبط بالسؤال اللي هو ده، يقول لي ان تراس كونكشن اف لو ذا دايمتر اوف بول 16 مللي. يعني ايه؟ يعني بيقول لك يا باشمهندس لو انا عندي في وصلات التراس حضرتك مستخدم مسامير 16 مللي، يعني المسمار بتاعك قطره 16 مللي، اند الانجل سايز از 100 في 10. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي مثلا انجل 100 في 10 هنربطها بمسامير 16 مللي، هو عايز يجيب النت اريا اوف 1 انجل تنشن ممبر، هو عايز يجيب الاريا نت يا شباب. طيب حضرتك يعني من الاخر كده انت عندك 1 انجل 100 في 10، الكونكشن بتاعتك بولتد كونكشن وهتستخدم مسامير كام؟ 16 مللي. ده كده القطاع بتاعنا انجل 100 في 10. طب نحسب الاريا نت ازاي يا شباب في حاله ال1 انجل؟ تمام، الاريا نت يا شباب في حاله ال1 انجل بنحسبها من القانون بتاعها، وده القانون اللي اتشرح في المحاضره. القانون بتاعها يا باشمهندس اللي هو بيساوي A1 زائد A2 3 A1 على 3 A1 زائد A2، حيث يا باشمهندس ان ال A2 دي دايما بتساوي ايه؟ بتساوي A ناقص T في T. يعني ايه؟ اللي هي مساحة حضرتك بيبقى في عندك الانجل، اي انجل كده يا باشمهندس بيبقى ليها طول الرجل بتاعتها اسمها ايه؟ تخانة الرجل دي يا باشمهندس اسمها تي. وبالتالي يا شباب بيبقى في عند حضرتك في رجل المسمار بيبقى معدي هنا كده، في الرجل التانية دي اسمها الرجل الايه؟ دي اسمها الرجل الحرة، ودي رجل مربوطة. فالاي اتنين دي يا شباب دي مساحة الرجل الحرة، والاي واحد دي المساحة الرجل المربوطة، بس دي الاريا نت للرجل المربوطة يا باشمهندس. فعلشان كده حضرتك بتلاقي ان الاي واحد دي دايما بتساوي مع حضرتك، او ان الاي 2 دي دايما يا شباب اللي هي مساحه الرجل دي، اي 2 بتساوي ايه بقى يا شباب؟ حضرتك التخانه دي تي، يعني هي بتساوي الجزء ده كده اي ناقص تي، اي ناقص تي في التخانه بتاعت الرجل دي اللي هي تي برضه، اللي هي تخانه الزاويه دي اللي هي تي. وبالتالي يبقى انت عند حضرتك اي ناقص تي في تي، يبقى انت عندك هنا يا باشمهندس الاي 1 وعند حضرتك الاي 2، يبقى الاي 2 هنا بتساوي اي ناقص تي في تي اللي هي مساحه الجزء ده كده يا باشمهندس، يبقى اي ناقص تي بتي اللي هي مساحة الرجل اللي هي الحرة دي. طيب الـ A1 يا باشمهندس نجيبها ازاي؟ الـ A1 دي يا باشمهندسين عشان حضرتك تقدر تطلعها، فديت مساحة الرجل او الاريا نت للرجل المربوطة. هنجيبها ازاي؟ حضرتك يا باشمهندس بتجيبها من المينيمم من حاجتين، لان هو قال لك ان المسامير بتاعت حضرتك استجر. عرفتها استجر منين؟ هتجيب الـ A ناقص T على فاي، الـ A اللي هي طول رجل الزاوية ناقص تخانتها على قطر المسمار. طول رجل الزاوية 10 سم ناقص تخانتها 1 على قطر المسمار اللي هو 1.6. كنت ممكن تقول إن طول الرجل يا باشمهندس 100 مللي ناقص التخانة 10 مللي على قطر المسمار 16، سواء عوضت مللي ناقص مللي على مللي مفيش مشكلة، أو سنتي سنتي سنتي